يسعد لي ويشرفني باسم الجمعيه المصريه للكتاب والنقاد السينمائي التي صنعت الفن السينمائي المهرجانات السينمائيه في مصر والتي كانت رائده في هذا المجال. انا اتقدم بكل الحضور بالشكر والتقدير والعرفان على حضوركم معنا اليوم، واخص بالذكر كل فنان مصري تكبد مشقه وجه لغايه النهارده عشان يشرفنا ويرفع راسنا ويقول الدنيا كلها مصر خير. بشكركم جميعا من شباب السينما ورواتها، فنانيها، صناعها، كل الناس. بشكر الضيوف العرب واشقاء العرب من كل الدول العربيه الذين حضروا معنا. بشكركم جميعا واتمنى ان شاء الله السنه دي نكون عمليه مجهزين برنامج. اتمنى من عليكم نحتفل السنه دي بمرور 125 سنه على ميلاد شهر شبري، نعرض في حفل افتتاح اليوم فيلم المتشرد المستمر على انتاجه 100 سنه. بنحتفل بيوسف شاهين ابن الاسكندريه. الفنان العظيم يوسف شاهين بنعرض له اربع افلام هي سكندريات افلام السيره الذاتيه التي قدمها. بنحتفل ايضا بكل ما هو جديد في سينما البحر المتوسط. الضرورة هتفرق ان الناس ترجع تاني تروح السينما وتروح المسرح مع الزحمة، الزحمة الشديدة في القاهرة وفي اسكندرية. لازم يبقى في سينما الحي، لازم يبقى في سينما الحي. ده الدرع، الاحساس اللي جوايا. بتمنى ان كل سنة يحس بيه زميل عزيز. يعني بناشئ دوره المهرجان لكل دوره تبقى باسم عاشق من عشاق السينما او عاشقه من عاشق السينما. بجد انا مش مصدق، بجد يعني الواحد النهارده الحمد لله ان يعيش في زمن بعد ما كان دخول معهد التمثيل كارثه واخبي على اعمامي واكتب انه اسم ديكور. النهارده بدي اكرم هذا التكريم، فلازم ده كل سنه يبقى حد من اللي حبوا السينما ده وكلنا نبقى موجودين. يتجدد اللقاء ويتواصل مع مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول المتوسط لنستكمل حوارنا الانساني الفني على شط عروس البحر الساحل. لا احب الخطاب، لكن لما اقول اني احبكم اقولها بكل صدق رغم الدعوه. واشكركم جميعا واسمحوا لي ان احيي اصدقاء وصديقاتي الجميلات والحلوين وكلكم حلوين. واريد ان احيي زوجتي العزيزه التي ارافقتني سيده عظيمه تساعدني وترافقني. وأريد أن أقول أنني أعيش تجربة قوية وثنائية وشاهدها مش حقيقية، لا غير. والدليل على ذلك وجودي بينكم وكل هذه المحبة. زي ما قال أخي الشاب نور الشريف، أتمنى أن يعيش كل
كل من يحب السينما ومن يحب الحياة ومن يحب الكرة ويكتب وشكرا. حلقات متواصلة شاهدنا فيها الأفلام من مدارس ثنائية مختلفة جمعها البحر المتوسط على ضفافه الشمالية والجنوبية والشرقية، تناقشوا وتحاورنا وتواصلنا ويتجدد اللقاء هذا العام. رجع النهاردة بتتكرم بين أهلها في وسط أهلها وبتقول يا ترى النهاردة أهلي فخورين بيا جدا إن أنا جاية بتكرم النهاردة وإن أنا قدرت إن أكون عند حسن ظنهم طول الفترة دي. أنا سعيدة جدا 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 النهاردة. عمرو الليثي لصعود خشبة المسرح. عضوية النجمة المصرية المتألقة سمية خشاب. والإسلامية لتمتزج الثقافات والحضارات أمام الشاشة.